معاكم ألوانكم ديما معاكم وجايبة الجديد ليكم وديما قفل الاستماع ليكم. التاريخ الفني ديالي بديت في سنة 1999 وأول ألبوم ليا أول شريط كان ديك الساعة غير الكاسيت ديال المسجلة ما كانوش لي سيدي. أول ألبوم ليا باسم الشابة العمرية سيل راي. من وراه درت ألبوم باسم صبرية شعبي وعاد درت اسم الميلودية ودرت بيه عدة ألبومات. عندي 6 ديال الألبومات باسم الميلودية. شاركت في عدة مهرجانات مهرجانات دولية ديال الصناعة التقليدية بمدينة فرنسا مونبولي مدينة موريتانيا سلطنة عمان البحرين روسيا موسكو وعدة سهرات كذلك مع المناجير ديالي محمد آسف اللي كان عطيت تحية من هذا المنبر هذا. عدة جولات سهرات بإيطاليا بلجيكا هولندا سويسرا. الأغنية اللي كانت وراء النجاح ديالي هي أغنية أشهد شي كنشوف باسم الميلودية. أشهد شي كنشوف أشهد شي كنشوف أنا ناري ناري أشهد شي كنشوف بنادم طاغي أنت في الدنيا عابر وضن راسك خالد يا ما سبقوك عاشوا كانوا مشاو وعطاو بالنياف الخير جراو في لساننا ديما يبقاو ما يتنساو. بالنسبه للناس اللي قالوا لي انا كنقلد داوديه انا ما كنقلدهاش هذاك الصوت ديالي وبحا عطاه لي الله ونقدر يكون صوتي كيشبه ليها علاش لا حتى هي تبارك الله فنانه وعندها ما تقول وكنحبوها كاملين مي انا ما كنقلدهاش كنغني بصوتي صوت الميلودية. اسم الميلودية عطاتو ليا شركة الإنتاج ديالي لأن كان في نفس الوقت عادي الميلودي في شركة الإنتاج منافسة للشركة ديالنا وعطوني اسم فاطمة الميلودية على عادي الميلودي. مي ما كنتش كنغني السيل ديالو ولكن ديديكاس والتبراح كنديرو بالسيل ولا كما كنقولو بالطريقة ديال عادي الميلودي. عادي الميلودي انا كنعترف به كفنان تبارك الله وصديق ديالي من بعيد وكنا تلاقينا في قنيطره وتلاقينا في الاستوديو. فنان كيقول لي في القلب ديالو انا ماشي ضده يعني الحاجه اللي ما كتعجبوش ولا كتكون خارجه النطاق راه كيهضر عليها وعنده حريه التعبير. اكشوان خويا اش غنقول لك حنا باقين داوين عليه ولات عندنا واحد الفئه في المجتمع ديالنا اللي كدير البوز ولا كتشهر شي حاجه تافهه. من هذا المنبر كنعطي تحيه للجمهور ديالي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن وتحيه للجمهور ديالي ديال الفيسبوك تحيه الناس مراكش ناس البهجه وكنشكر ناس مراكش على الترحيب ديالهم وكنقول لكم كنموت عليكم كنموت عليكم كنموت عليكم, كنموت عليكم.